مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. العلاقات الكويتية البريطانية في نمو وتطور إيجابيين على كافة المستويات ذات العلاقة بقضايا الحاضر والمستقبل. وضمن ثنائية الزمان والمكان تأتي زيارة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله إلى المملكة المتحدة لتمثل مرحلة جديدة من مراحل التنسيق الدائم والمستمر بين البلدين الصديقين، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية. وللحديث عن دلالات وأبعاد الزيارة في سياق العلاقات العريقة بين دولة الكويت وبريطانيا العظمى وآفاقها الواعدة، نجري لقاء خاص مع معالي وزير الخارجية الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، فأهلا ومرحبا بكم. نرحب بكم مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء الخاص والذي نجريه مع معالي وزير الخارجية الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، وذلك على هامش الزيارة الذي يقوم بها سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه تلبية لدعوة من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك. أهلا ومرحبا بك معالي وزير الخارجية، نرحب بك الطيب ترحيب. أهلا فاطمة، أهلا وسهلا فيك. بداية، ما هو الإطار العام لهذه الزيارة الذي يقوم بها سمو ولي العهد إلى المملكة المتحدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تأتي زيارة سمو ولي العهد الله يحفظه إلى لندن تلبية لدعوة وجهها رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك لسموه لزيارة لندن، والاحتفاء بالذكرى 70 لإنشاء المكتب الاستثماري في لندن. فتمت الزيارة طبعا صباح اليوم، وكان في لقاء بين سموه الله يحفظه ورئيس الوزراء البريطاني. وفي بداية اللقاء نقل سموه تحيات سمو الأمير الله يحفظه والقيادة الكويتية لجلالة الملك تشارلز الثالث، وأيضا للحكومة والشعب البريطاني. وكان لقاء جدا ودي، وسدت أجواء جدا دافئة، وبحثت العديد من الأمور، وكان في تطابق وجهات نظر في مجمل المواضيع اللي طرحت. بس كان التركيز في المحادثات على الشق الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، لأن هذه المناسبة، مناسبة الزيارة، هي للاحتفاء بالذكرى 70 لإنشاء مكتب الاستثمار. فالعلاقة الاستثمارية بيننا وبين بريطانيا خذت النصيب الأكبر من الاجتماع، وأيضا كما ذكرت كان في تطابق لوجهات النظر بشكل تام، وأيضا كان في تفاهم لمستقبل العلاقة الاقتصادية الاستثمارية، الشراكة الصناعية بيننا وبين بريطانيا للسنوات والعقود القادمة. فكان أمانة كان الاجتماع جدا إيجابي وجدا رائع، وعكس العلاقة المتميزة بيننا وبين بريطانيا. كيف تنظرون لهذه الزيارة من ناحية تعزيزها للعلاقات بين الكويت والمملكة المتحدة، خاصة وأن هذه الزيارة تأتي بعد تنصيب الملك تشارلز؟ طبعا علاقاتنا مع بريطانيا كما ذكرت قبل شوي هي علاقات تاريخية. يعني أول اتفاق بيننا وبين الإنجليز وقع سنة 1899، وإحنا بالمناسبة العام القادم سنحتفل بالذكرى 125 لاتفاقنا مع بريطانيا. فعلاقاتنا معهم علاقات تاريخية، علاقات قوية وراسخة، ونعتبر بريطانيا من أهم الدول الحليفة لنا. فمسيرتنا معهم مسيرة طويلة، علاقاتنا معهم متشعبة جدا، منها العلاقات السياسية، منها العلاقات العسكرية، طبعا التعاون الاستثماري والاقتصادي والتجاري. فيعني بريطانيا تعتبر من الدول القريبة جدا لنا الكويت، ولنا تاريخ معهم، وأمانة تاريخ حافل في الإنجازات وحافل في المواقف المشرفة بالنسبة لبريطانيا لنا، ووقوفنا أيضا مع المملكة المتحدة في العديد من حقبات التاريخية المهمة اللي مرت على بريطانيا. أنا
نعم معالي وزير الخارجية، وما هي أهم الملفات والقضايا التي تم طرحها في هذا اللقاء؟ طبعا هدف الزيارة هو للاحتفال بذكرى 70 لإنشاء المكتب الاستثماري، فكان مجمل الحديث بين سمو ولي العهد الله يحفظه ورئيس الوزراء البريطاني هو أو تذكير علاقاتنا التاريخية ومسيرتنا إلى هذا الحد، وأيضا التباحث حول مستقبل هذه العلاقة وبالأخص في المجال الاستثماري. يعني تم بحث مجمل أوجه الشراكة الاقتصادية الاستثمارية المستقبلية بين البلدين، وكان في تطابق لوجهات النظر بالنسبة لهذا الموضوع، وأيضا طبعا كان في بحث بعض الأمور اللي تم العلاقة بين البلدين خارج إطار طبعا الاستثمار والتجارة والاقتصاد. ويعني تم تأكيد لنا اليوم على التزام بريطانيا في أمن وسلامة دولة الكويت، فهذه رسالة كانت جدا واضحة من رئيس الوزراء البريطاني لسموه الله يحفظه اليوم في الاجتماع، كانت إشارة جدا مقدرة أيضا من جانبنا لذلك. تأتي هذه الزيارة معاليك ونحن نمر في ظروف استثنائية وقضايا شائكة تعصف بالمنطقة بشكل عام، فكيف يمكن لهذه اللقاءات أن تساهم في حلحلة هذه القضايا؟ طبعا التطورات تعصف في العالم أجمع مو بس في منطقتنا، بس في هذه الأحوال اللي نشهد فيها تحديات إقليمية ودولية من المهم جدا لنا ككويت أن نقعد مع حلفائنا نتشارك معهم بالرأي، ويعني ننسق مواقفنا بالنسبة للقضايا اللي تهمنا اثنيننا. وكما ذكرت قبل شوي يعني كان تأكيد رئيس الوزراء البريطاني على التزام بريطانيا في أمن وسلامة الكويت كان أمر جدا مهم بالنسبة لنا، وإحنا عارفين يعني إحنا واثقين من هالأمر، وهذا أمر مستمر لسنوات عديدة. فكانت الزيارة فرصة لتبادل وجهات النظر مع الجانب البريطاني في بعض الأمور، بس لازم يعني أكد بأن هدف الزيارة كان للاحتفال بالذكرى 70 لإنشاء المكتب الاستثماري، ومعظم الحديث أمانة كان يتمحور حول النظرة المستقبلية لشركتنا الاستثمارية مع البريطانيين، فهذا كان أخذ حيز كبير من المباحثات. وأمانة في عصرنا هذا في صناعات جدا مثيرة جدا جديدة في قطاعات في الاقتصاد أيضا يعني لها أهمية بالنسبة لنا، فكان في كانت الزيارة فرصة أن نبحث هذه العلاقة الاقتصادية الاستثمارية المستقبلية بين الدولتين، وهذا أيضا العلاقة الاقتصادية بين دولتين هو أساس جدا مهم في العلاقة ككل، وعلاقتنا مع بريطانيا بالنسبة للمجال أو في المجال الاستثماري والاقتصادي جدا قوية. كيف يصف معاليك هذه العلاقة بين دولة الكويت والمملكة المتحدة، وما هي أبرز المحطات والأحداث التي ساهمت في دعم وتعزيز هذه العلاقة؟ يعني أصف العلاقة بأنها علاقة كما ذكرت تاريخية قوية متجذرة، علاقة حلفاء فيما بينهم، والطرفين مرتاحين لمستوى هذه العلاقة. وأيضا يعني أبي أذكر بعض الاتفاقيات اللي تم توقيعها اليوم اللي راح تدفع علاقاتنا أيضا إلى مواقع متقدمة. تم التوقيع اليوم على شراكة استثمارية بيننا وبين بريطانيا، الشراكة هذه وضعت أطر لخطة مستقبلية للاستثمار في العديد من القطاعات البريطانية كما ذكرت قبل شوي، فهذه رح تنقل علاقتنا الاقتصادية مع بريطانيا إلى مواقع جدا متقدمة. وقعنا أيضا على إعلان نوايا بالنسبة للأمن السبراني، وهذا مجال جدا مهم والبريطانيين متطورين في هذا المجال، وإحنا بالكويت بحاجة إلى تطوير هذا القطاع. عندنا مركز وطني للأمن السبراني يتم إنشاءه حاليا، فبريطانيا راح يكون لها دور كبير في مساعدتنا على إنشاء هذا المركز وتطويره، فهذا الاتفاق الثاني. الاتفاق الثالث كان إعلان العام القادم 2024 كعام الشراكة بيننا وبين بريطانيا، لأن العام القادم يصادف ذكرى 125
للاتفاق أول اتفاق اللي ذكرته اللي وقع عام 1899. فالعام القادم راح يكون عام مليء في المناسبات والاحتفالات اللي راح تحيي هذه الذكرى 125 لتوقيع اتفاقنا مع البريطانيين. فرداً على سؤالك بالنسبة لي كيف أصف هذه العلاقات، هذه علاقات عمرها 125 سنة، علاقات أمانة متجذرة تاريخية ومستمرة على مدى 125 سنة، مستمرة بوتيرة جداً إيجابية ومتصاعدة، وإن شاء الله إحنا نطلع إلى هالعلاقة تستمر لسنوات وعقود من الزمن إن شاء الله بإذن الله. انطلقت معاليك أولى جولات الحوار الاستراتيجي في مارس الماضي، إلى أي حد يمكن اعتبار هذا الحوار كإطار للرؤية المشتركة بين دولة الكويت والمملكة المتحدة؟ صح، في مارس الماضي وقعنا اتفاق بالنسبة لإنشاء الحوار الاستراتيجي بيننا وبين بريطانيا. شنو هدف الحوار الاستراتيجي؟ الحوار الاستراتيجي يضع مجمل أطر العلاقة بين دولتين في إطار مؤسسي، يعني يصير في تركيز على القطاع التعليمي والاقتصادي والصحي، فمجمل مجالات العلاقة توضع في إطار مؤسسي، والإطار المؤسسي هذا يفتح المجال لمسؤولين من البلدين إن يتواصلوا ويتحاوروا ويصلوا إلى اتفاقيات فيما بينهم لتطوير تلك القطاعات، وإذا مجمل القطاعات تطورت هذا يطور العلاقة ككل. هذا هدف الحوار الاستراتيجي. الحوار الاستراتيجي طبعا في جزء منه سياسي اللي هو مهم، بس يشمل أيضا مجمل قطاعات الدولة. فيعني تصور أن كل قطاعات الدولة تتكلم بصوت واحد مع نظرائهم البريطانيين، فهذا أيضا يعني يرفع من مستوى العلاقة بين الدولتين ويضعها في إطار مؤسسي كبير وواسع وقابل للتطوير. كيف يرى معاليك قدرة الجانبين على رفع مستوى التبادل التجاري بينهم والتوسع في مجالات التعاون التجارية، خاصة بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي؟ طبعا بريطانيا كما ذكرت يعني مكتب الاستثماري صار له 70 سنة في بريطانيا. استثماراتنا في بريطانيا إذا ما تخوني الذاكرة قيمتها تضاعفت خلال العشر سنوات الماضية، فهذه دلالة على نظرة المسؤولين عن قطاع الاستثمار عندنا لبريطانيا كجاذب للاستثمار، وإحنا نعتقد بأن الاقتصاد البريطاني سوف ينمو وسوف يعني يشهد نمو قطاعات صناعية واقتصادية مختلفة جديدة متطورة. فأعتقد آن الأوان لنا أيضا بأن ننظر في الاستثمار في أمور جديدة أيضا، يعني طبعا راح يكون لها عوائد مالية ما في شك، هذا هدف الاستثمار، بس أيضا إحنا نطمح بأن تكون لاستثماراتنا أيضا عوائد من ناحية فتح المجال لشبابنا وبناتنا أن يتشاركون أو يكون لهم دور في هذه الصناعات من ناحية التوظيف، من ناحية التدريب، أو حتى من ناحية الإدارة. ففي صناعات قاعدة تنشأ مو بس في بريطانيا، حول العالم صناعات أعتقد هي جاذبة للاستثمار وأيضا تتيح المجال للتوظيف وفتح المجال لتطوير قدرات شبابنا وبناتنا إن شاء الله. نعم، العلاقات الكويتية البريطانية تعتبر نموذجا مميزا للعلاقات بين الدول، فما هو رأي معاليكم، ما هي أبرز الأسس التي ساهمت في جعل هذه العلاقة بهذا القدر من التميز؟ طبعا احنا عندنا حقبات تاريخية مع بريطانيا، يعني اعتقد انها جدا مهمة. أولا توقيع الاتفاق مع بريطانيا 1899، استقلالنا من بريطانيا في الستينات، وقوف بريطانيا معانا في حرب التحرير، يعني بريطانيا كانت من الحلفاء، كانوا في المقدمة في مساهمة في تحرير الكويت. احنا من جانبنا ايضا شاركناهم في
في عزائهم وفي أفراحهم. يعني سمو ولي العهد الله يحفظه شارك في مراسم جنازة الملكة، وشارك أيضا في تتويج الملك تشارلز الثالث. ففي حقبات جدا مهمة بيننا وبينهم تدل على عمق هذه العلاقات، وبالنسبة لنا أهمية هذه العلاقات وأهمية استمرارها ونموها. نعم، كل الشكر لمعالي وزير الخارجية الشيخ سالم العبد الله الجابر الصباح على تلبيتكم لدعوة تلفزيون دولة الكويت بإجراء هذا اللقاء الخاص. يشرفني في أي وقت. شكرا.